لك شو هالعصاره للسوق؟ لا اكيد معطله. لا العصاره ما لها ذنب ابدا، المشكله منك لانك مو حاطه هي. شكرا على المساعدة. شكل الدواء بلش يعطي مفعول منيح، فيني اسألك شو عم تعملي من وش الصبح؟ ضبيت الكركبة شوي وجليت الجليات، قمت قلت لحالي بعمل لك شي تشربه قبل ما امشي. وليش بقى؟ القصة ما بدها ليش، مشان تشرب عصير. لا أنا بقصد لوين رايحة؟ عالبيت. ما بدك روح يعني؟ يعني روحي طبعا، بس بالاول كنت مفكر انه نفطر اذا بدك سوا. موافق ماشي مثل ما بدك، نفطر مع بعضنا. من اللي صار معك امبارح عطلنا على اساس اصلا علقت بالاسانسير. مالي متذكر امتى اخر مرة اخذت اجازة؟ لو راح المهرجان. زعلت على المهرجان مو؟ بس فيك تاخذ اجازة امتى ما بدك، مو انت المدير؟ مو بهالسهولة هي. على كلن كنت عم فكر روح على المهرجان، بس ما فيني روح وارجع بنفس اليوم. ضل كم يوم زيادة. تنين في عنا شغل. انت اللي مصعبها مراد. بتعرفي فينا نعمل شي مشروع باخر الاسبوع. مثل شو مثلا؟ نروح على المسبح. نسيت انه ما بعرف اسبح، بس انت شكلك متعود تسبح عطول. انا بعلمك. هلا بخصوص السباحه انا حالتي مستعصيه كتير، وكمان انا هلا صار لازم اني روح. اي بس السباحه كتير ضروريه بحياتنا. قومي لبلش لك بالدرس الأول. كأنك عم تتحداني مظبوط؟ لا أبدا، أنا ما بتحدى موظف عندي. آه إذا ما كنت موظفة رح تتحداني يعني. تتذكر؟ كل تحدي وله مقابل ما هيك؟ وتذكري كمان انه المهم اللي بيضحك بالاخير مو هيك؟ صحيح معك حق، طبعا بعد اخر هزيمه لو انا محلك كنت بهرب فورا. بوعدك هالمره انه انا حفوز. متفائله كثير. أنا جاهزة، شو بدنا نعمل هلأ؟ من وين بدنا نبلش؟ شكل المي باردة كتير، ما رح أقدر أنزل فيها. الانسحاب ممنوعها. أنت ليش متحمس هالقد لتعلمني السباحة؟ مشان ما تغرقي وتورطينا بمصيبة، بعدين مو حلوة بحقك تكوني ما بتعرفي تسبحي. طيب خلص ماشي، خليني أتذكر بالأول أنا شو بعرف. ما بصير خاف. والمي بترفعني. انت وجنبي ما ممكن يصير لي شيء. برافو عليكي بتتعلمي بسرعه. اول شيء انت وبالمي لا تفتحي تمك بنوب، وهيك بنرتاح من صريخك. اصلا ليش لحتى صرخ؟ ثاني شيء قبل ما تغطسي بتاخدي نفس وبتحبسي، طبعا هالشيء مشان ما تختنقي لبين ما تفوشي على وش المي. كيف؟ كأنه حبلش سباحة بالغطس؟ أصلاً ما فيك تبلشي غير. لا 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 وقت شوي، ما رح أنزل، ما فيني أقعد. بلا بلا يلا. قلت لك لا. يلا لشوف، خذي نفس واحبسيه بسرعة. شكله هالمسبح ماله غني بنوب. إيه بعرف. انت سويت هيك كرمال تخوفني ما؟ بوعدك رح تندم مراد صار سلمان. خلص 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 حاج غلاظة، حقك علي بعترف انا غلطت، ما عاد عيدك.
ليك أنا ما بتحمل هالمسح البايخ بالمرة. حاسة إنه رح يمسكني ويسحبني لتحت. وينك مراد؟ سابقيني؟ إذا ما بتعلم السباحة وبسبقك يا مراد وقتها ما بيكون اسمي حياة. منشوف. آي 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 مبكرة بالفرحة كتير، لسا ما خلص الشرط. اعتبارا من اليوم أنا إنسان ربحت شرط الإصباح الصعب وأي شرط تاني أنا جاهزة، فهمت؟ شو هدول؟ هدول عدة صيد للسمك حياة. بالله شو مفكرني حولة؟ أبدا، تعرفي إذا طلع بإيدنا رح نصيد عصافير بالسنارة. مهضوم كتير. من هالناحية بدك ما تأخذيني، هي لعبتك أنت. وهلأ صار كل شي جاهز. طيب شو الشرط؟ مين منا بده يصيد أول سمكة؟ لا هاي لأنه أنا رح صيدها ما رح ينحسب الشرط. بآخر اليوم اللي بيصيد أكبر سمكة بيربح. متأكد رح فوز بهاي المرحلة لأنك ما بتميزي بين السمكة والعصفور. دقيقة بس، أنا كل الوقت بالضيعة كنت صيد سمك لحالي. أي ضيعة؟ أنا قصدي ضيعة بابا. كنت صغيرة لا تعرف انه بفهم بالسمك وبطريقة صيده. حضر حالك على الخسارة، اكيد انا اللي رح اربح. طيب وهلأ طلعي فيني. اطلعت يلي قدامك رح يكسب آخر النهار، بس لحتى تكوني بصورة اللي بده يصير. يلا بلشي لشوف. امسكي هي. بدك الصفرة؟ شرفي قدامي. يلا baskın çok iddialı fazla popüler buluyormuşsun peki benim bir kalbim olduğunu senin aşkınla doğduğunu göz göze girince mahvolduğumu gerçekten mi görmüyorsun sabredemiyorsun fark edemiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun sabredemiyorsun fark edemiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun gerçeği gözden kaçıramıyorum. Esaret sanki hali benim kendi seçimim sonuçta güneşe ben dikenine dayanır yani gururumda kalbini danış kaçırsın nelere kadar kazanacaksın o kadar aşkın varsa hemen gel kalbimde karar yap kuracaksın sabredemiyorsun fark edemiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun sabredemiyorsun demiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun gerçek
Aşkım var o.